بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. عجبني قوي السلوجن بتاع لو ده جنان اتجنن. بس احنا كأمهات عندنا انواع اخرى من الجنان. احيانا بنصاب بجنان هستيري مؤقت كرد فعل لجنان رسمي بنشوفه قدامنا من العيال. من كام يوم كده شفت صورة على الفيسبوك لبنتين قمرتين 3-4 سنين كده اتخبطوا في دماغهم وجالهم اللوسة اللي بتيجي للعيال، وحب السريالية والفوضى والانغماس في البوهيمية بعمق، ولغمطوا نفسهم من فوقيهم لتحتيهم بالألوان الفلوماستر. أهم عارفين عسوي 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 أهم البنات أهم. العجيب إن هم مجوش، بصوا يعني مجوش ناحية التيشيرت إلا اللي هم لابسينه، يعني الكمام بيضة فلة، إنما بقى بالقلم الفلوماستر الأسود الفاحم ده غطوا رجليهم من فوقيها لتحتيهم. طيب التيشيرت ممكن يترمي مش مشكلة، إنما دول يتعمل فيهم إيه بقى؟ لا هينفع يتنقعوا في كلور، ولا ينفع يدعكوا بحجرة، ولا فرشة بلاط حتى. ده أقل واجب عشان المنظر ده يروح، ومش هيروح من أول مرة على فكرة، هيبقى تقريبا محتاج له أسبوع دعك يومي بالليفة البلدي بتاعتنا عشان آثار العدوان تتمحي. طيب تخيلت أنا نفسي بقى لو أنا أمهم يعني، ودخلت عليهم وشفت المنظر ده، مش عارفة صوتي ممكن يجيب لحد فين. اصل محدش يقول لي ايه تملكي نفسك والجو ده، في حاجات يعني ممكن نتخض شويه فيها انما بتعدي. زي مثلا واحده صاحبتي بنتها جابت طبق الملوخيه من على ترابيزه السفره كده، هم قاعدين في عزومه، وده لقيته على دماغها. يعني الحمد لله ان الملوخيه ما كانتش سخنه قوي وكانت دافيه، الموضوع يخلص بشويه ميه والسجاده تتغسل بشويه كلور الوان وخلصنا. انما في حاجات الطفل بيعملها بيفضل اثرها عليه لمده ايام، وساعات بتبقى حوادث ممكن ينتج عنها يعني جرح يفضل ملازمه العمر كله. وياما بنشوف ناس كبار ومالوا هدومها كده وتلاقي في علامات كده في وشهم، فيقول لك ايه، اه ده انا وانا صغير نطيت من فوق الدولاب، ده انا مره لبست في الترابيزه، ده اخويا زقني، والجو ده. ويحضرني هنا موقف حصل معايا انا واختي واحنا صغيرين وبنلعب اللعب اللي هو بيندرج تحت ايه بند جنان الاطفال. اللعبه كانت عباره عن ايه؟ اني افضل قاعده على الكرسي وهي تجري عليا من بعيد، فازقها برجلي زقه جامده ونشوف الزقه هتوصلها لغايه فين. المهم في زقه معتبره من الزقات اياها دخلت بدمخها في ضرفه الازاز بتاع البلكونه، الشباك اهو والازاز طويل اهو، دخلت بدمخها في ضرفه الازاز بتاع البلكونه، كسرت الازاز وخرجت بدمخها الناحيه التانيه. الحمد لله ربنا هو الحارس، ما اتعورتش قوي يعني، حاجات بسيطه. بس فاكره ان مامتي قعدت تقريبا يعني شهر كل ما تحميها تطلع ازاز من شعرها. وحاجه غريبه انا فاكراها غريبه جدا طبعا بالنسبه لي، ان مامتي رد فعلها ما كانش اوفر قوي. مش عارفه انا طلع اوفر لمين، لانه لو انا مكانها الموضوع ده هيوترني جدا جدا. فانا عامله الحلقه دي لامهات الاوفر اللي بيتوتروا بزياده زي حالتي، وبياخدوا الحوادث وحركات الاطفال الجنونيه على اعصابهم بزياده. ازاي نتعامل مع المواقف دي؟ وهل ممكن نتجنن على طريقة العيال ونسيبهم يلغمطوا في نفسهم زي ما هم عاوزين ويجربوا زي ما هم عاوزين، ولا نوقفهم ونمنعهم زي ما معظمنا بيعمل كده؟ احنا هنسأل دكتور إيهاب عيد، كمان حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوا اي سؤال خاص بسلوكيات اطفالكم، بس بعد فاصل قصير.